خلينا نتكلم كده عنوان كبير، ان يعني التحكيم المصري ما زال بخير، لسه عندنا بعض الدروس اللي لازم نتعلمها، سواء للحكم او سواء كمان ثقافه اللعيب وعدم وضع الحكم تحت ضغوط. لسه قدامنا مشوار، اكيد لسه قدامنا مشوار عشان التحكيم المصري يعني يكون متواجد بقوه في البطولات الافريقيه والبطولات العالميه. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا. عندك حاجه اخيره عايز تقولها؟ هو عاوز اقول ان هو زي ما قلت لحضرتك التحكيم المصري حاليا حتى الان يا كابتن هاني هو في مصاف التحكيم الافريقي. انا بقول لهم يا جماعه خلي بالكم دي البدايه، البطوله لسه طويله. صحيح. حاولوا تحافظوا على مستواكم لان كنتوا المفروض تبعدوا يعني تروحوا في نقطه ثانيه، وهي ان شاء الله باذن الله على الاقل لو منتخبنا وصل للنهائي يبقى انت النهارده بتلعب مثلا دور الثمانيه ودور الاربعه، مهم جدا جدا. بالتوفيق لمنتخب مصر كابتن هاني وبالتوفيق للتحكيم المصري ان شاء الله في الفتره. شكرا اللي شكرا جزيلا كابتن الكبير خبير التحكيم الكابتن ناصر عباس، بنشكرك شكرا جزيلا.